وبالتالي تقصو التنافسية. خطأ على المستوى التمرير، هذه محاولة عبد الله حفيظي، وهدف هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. المسجل عبد الله حفيظي، استغلال جيد لخطأ المستوى التغطية الدفاعية، التمريرة كانت خاطئة. عادل الشاذلي كيبرر كرة طبق من ذهب لعبد الله حفيظي اللي وضع الكرة في الشباك، ومعلن الهدف الأول حدود الدقيقة العشرون. نتابع، كانت التمريرة في طبق من ذهب عبد الله حفيظي، كان القوة ديال عادل الشاذلي في التمريرات ديالو الحاسمة. عبد الله حفيظي في المكان المناسب يؤكد تألق ديالو في بداية هذا الموسم، ويسجل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، وفرحة للطاقم التقني ولمحمد فاخر وكذلك للجماهير القليلة التي رافقت فريق الرجاء.